خلينا نشوف جامعة الدول العربية من لحظات صغيرة، زميلتنا رضوى موجودة هناك بتنقل الصورة لينا واحتفالات المصريين في كل مكان. ألو ألو، مساء الخير على كل المصريين، والف الف مبروك لكل المصريين وكل الناس اللي فرحت النهارده. رغم ان احنا دلوقتي قربنا للساعه 12 الا ان التواجد هنا في شارع جامعه الدول العربيه كان الماتش بالظبط لسه منتهي، علشان اي حد يتواجد هنا في جامعه الدول العربيه لازم يكون معاه علم مصر احمر بلون الفرحه وابيض بلون قلوب الناس اللي دعت لمصر واسود بلون قلوب الناس اللي كانت بتحقد وكانت بتستنى ان المصريين ما يفرحوش النهارده. بس الحمد لله ربنا كلل مجهود كل لعيبه مصر وكلل فرحه ودعاء كل المصريين النهارده بفرحه حلوه. خليني النهارده دلوقتي اتعرف على بعض الناس اللي متواجده معانا عشان يقولوا لي احساسهم في اللحظات الاخيره، كانت لحظات حبس الانفاس في الماتش. خليني معانا حد من السعوديه نزل النهارده عشان كمان يهني المصريين ويشاركنا فرحتنا. مساء الخير. مساء النور. تعرفنا بنفسك. عبد الله السعدي من السعوديه. حضرتك نزل النهارده دلوقتي بعد الماتش؟ والله انا بالصدفه نزلت اليوم بمناسبه فوز المنتخب المصري، احب اهني الشعب المصري العظيم بهذا الانتصار، وبمناسبه التاهل اقول الف مبروك لمصر واهل مصر جميعا. والسعوديه طالعه كمان، يعني ممكن يتقابلوا ان شاء الله في كاس العالم. انت قابله وما تقابله، اللي يفوز كل، اهم شيء العرب تفوز. صح، اهم حاجه العرب تفوز. احساس جميل جدا ان في اكتر من دوله عربيه هيكونوا ان شاء الله اعلامهم بترفرف في كاس العالم. خليني اسال برضو مجموعه من الشباب، برضو على احساسهم. احساسك انت ايه النهارده؟ انا قد ما اقول لك مش هقدر اعبر لك على الفرحه اللي جواتي، يعني ربنا هو اللي يعلم. انا فرحان من قلبي وبقول ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا اكتر واكتر. يعني طيب كلمنا عن احساسك النهارده. احساس النهارده ان احنا شعب بقالنا 28 سنه ما فرحش، زي ما انت شايفه شارع جامعه الدول الناس مش راضيه تخرج منه من الفرحه اللي عمت على الشعب، وكان احساس الشعب كله ان احنا لازم نفرح النهارده والفرحه عمت علينا، والف مبروك للشعب المصري. حضرتك احساسك ايه؟ انا عايز اقول كلمتين شارف حب مصر. مصر يا ورده حمراء نابعة من غصون ورده شجره خضراء، مصر يا بلد الكوس والبطولات، منا ليكي كل السلامات والاعهات. مصر يلا نشرب من نيلك، جايين ميدالي بنغني غنيلك. طبعا بالتاكيد يا تامر، وصل لك وواصل لكل الناس احاسيس كل اللي موجودين. 28 سنه من انتظار الفرحه واخيرا اتحققت بضربه الجزاء الغاليه جدا اللي كللها محمد صلاح بالجون الاخير اللي حسم المعركه للمصريين. اليك يا تامر، والف الف مبروك.